بغيتوا مشروع ديال العلاقه مزيان نقول لكم اشنو. علاش ما دير شي اذاعه، شي اذاعه كتهضر على الاسلام صباحا مساء، ولا دير شي بيبليسيتي. والله الا بصح غادي تهير شي 4 ولا 5 ديال الائمه، واحد من وجده يهضر مع وجده، واحد من طنجه يهضر مع طنجاوه، شي واحد يهضر مع كابريني، نزل تحت مع اكادير، ودير واحد الاذاعه دير بيبليسيتي ديال الحج، يديروا تاويل ديال الحج، راه ماشي لازم تمشيو حتى الجزيره العربيه باش تحجوا، ونمشيو لشي منطقه فيها الفقر في المغرب، ونصوبوا لهم واحد المربع، ونديروا عليه واحد مبره كحله، ونقول لهم يلا اللي بغى يحج يجي لهنايا يحج، وبخير، ندير لهم حتى هما الصفا والمروه، يبقاو يهرولوا، الجبال موجود في المغرب، دير لهم شي جبل سميه جبل عرفة قريب، دير لهم واحد الشيطان تاهما يحطوه تما يرجموه، والفلوس ما تبقاش تخرج من المغرب وتبقى في المغرب. هذا مشروع واعر، بغيتو مشروع ديال العاقة مزيان، غنقول لكم اشناهو، غتشدو دوك الممثلين اللي عندنا في المغرب، بلقاس، عبد الجبار، الوزير، شكون اخر، عبد الرؤوف، وغديروا لهم تعودوا تحطوهم بحال داك اللي كيحطوا فوق الداشبورد في الطوموبيل، وكتحرك الطوموبيل وكيبدا يتحرك هذاك الراس. تري تري سامبل، غتمشي تشد تصاور ديهم الشناوة، قول لهم هاد التصاور اللي بغيتكم ديروا، وغادي تصوب منهم واحد الكاريكاتير صغيرة، والوسطها كاين واحد الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد سبرينغ، واحد انغوصور ولا شحال، لعبة زوينة ما كتكلفش، وديو البوت كليات بهذوك الناس باش يعودوا يعتزوا بالشخصيات اللي عندهم والفنانة اللي عندهم في البلاد، العود ما يبقاو يقلبوا على الفن في الشرق الاوسط. زوينة والله الا هذا مشروع يخدم، كاين ولا ما كايناش ديال عبد الرؤوف وعبد الجبار الوزير وبلقاس وهذاك عزيز اسميتو عزيز الفاضلي، زوينه هاد القضيه. كنشوف الناس هنا كيقلبوا كيفاش يصوروا العاقه، اش ما غاديش تفكر تقول كيفاش غادي نعاون هاد المجتمع المغربي، نشري لهم الكرارس، نمشي لشي دوار نقلب، كاين شي مدرسه فيها القطره، الشراج مهرسين، ما دايزاش ليها الطريق، ما عندهمش الطاولات، ما عندهمش الكتوبه، المغرب ما فيهش اصلا المكتبات. اللي بغى يدير شي خير يحل غير شي مكتبه ويجيب كتب ويعمرهم ويجيب دراري صغار من الدواور ويدخلوا يقراو شويه. المغرب ما عندناش المكتبات، الميريكان كلها مكتبات، ديما عندهم خصها تكون مكتبه كيجيو لنا، واخا ما بقاوش الناس كيقراو بزاف وداك الشيء، باقي عندهم الفكره ديالهم. يعني حتى الاتجاه ديالنا ديما اتجاه لوكراتيف، فهمتي، كتقلبوا كيفاش غتصور العاقه. العاقة غادي تصور بأي طريقة، أي حاجة بعتيها غادي تصور فيها العاقة، المهم هو واش غادي تعاون بشي حاجة بوزيتيف تعطي للناس شي حاجة، ولا خصك تمشي نتا للحاج ولا شي حاجة عاد كتحسب، إلا نتا مشيتي غير درتي خير في البشر. لحقاش إلا فهمتي الحياة مزيان كيبقى ديك ديال علاش غادي يعيش بنادم ويبقى كياكل ويشرب، هذا هو الفكر اللي كاين في المغرب، بنادم باقي مضروب غير على كاش، والناس فاتوا داك المستوى. تخيل دابا عندنا مايكو بلومبرغ الكابيتال ديالو على الاقل شي 46 مليار دولار، ترامب عنده غير 8، هاد خينا عنده 48، وشنو هو الهدف ديالو؟ بغى يسير البلاد، فهمتي، عقليه في شكال. حنا عندنا العقليه، كاين الناس اللي ما عندهمش الفلوس هنايا، وكتلقى كيخسر الفلوس على واحد على واحد على واحد الكوز يعاون بها الانسان، حيت كيعرفوا شاد ديك الفكره ديال الحياه راه واعره وكبيره وداك الشيء. بزاف ديال الناس فهموا اشنا هي الحياه، المهم كدير شي حاجه زوينه كيرتاح ليها، ودابا وصلوا لواحد المستوى قال لك ماشي سيفيزون انك تعطي الفلوس، لا خصك انت تجي وتوقف انت تفيق في الصباح وتشد الطياره وتجي وتوقف وتحط الوقت ديالك معانا، ماشي غير انت عندك الفلوس غادي تعاون الانسانيه، نو خصك انت تجي فيزيكمون وتوقف معانا. علاش؟ حيت الشاريتي في الميريكان اكبر دوله في العالم، في الميريكان
اكبر دوله كتعطي الشاريتي شاريتي كتعطي المساعدات للعالم هي الميريكان. الشعب ظريف زوين، عندهم ناس ناس بزاف واعيين. احنا هذه المساله ديال شي حاجه فري في المغرب ما كايناش، ما كاينش شي حاجه فري. ما كتدخلش في دماغك انك غتمشي للمغرب شي بلاصه ويقول لك راه هذه المساله هذه فابور عندها واحد القيمه ولكن حنا غادي نعطوها لك فابور. نيكزيست با. فين كاينه الاخوان؟ كاينه في رمضان. رمضان هذاك الشيء كله تقحبين ونفاق. في رمضان كيبداو ينزل الصينيه فيها التمار وفيها الشباكيه وحاد الراس وما شوفونا عباد الله راني حشمان غادي خصني المهم ايه من عند قريش باش يعاونوا خوتهم المغاربه. خصها يقول لي شي من قريش في رمضان تخرج التمر والحريره، عاد هو كيخرج التمر والحريره. الشعب ديال مو مريض، خصنا نقلبوا كيفاش نغيروا البلاد. اللي عنده شي راس المال يغير البلاد، يزيد شي حاجه بوزيتيف على هذوك الناس. الحياه دايزه دايزه، عشتي فقير عشتي لاباس عليك it doesn't make any difference. ولكن كاينه واحد ساتيسفاكسيون كبيره فاش كتحد الناس ولاو كيلقاو السعاده ديالهم is to give. تعطي كاين هادشي ولا ما كاينش؟ هذا موضوع زوين. اما الموضوع ديال المشروع، اي حاجه درتيها في المغرب مشروع، اي حاجه بغيتي مشروع زوين في المغرب دير لهم الحرشه في البلاستيك، دير لهم الشباكيه حتى هي تدخل الباكيت الباكج ديالها، ودير لها داكشي اللي كيابزوربي لوميديتي وداكشي، وشد كاع داك العداس وداك الخرا كله كتدخلو في البلاستيك تدخلو في الباكجين. انت طلعتي بخير، تغير هذيك الثقافه ديال بنادم حاط لك 60 كيلو ديال الزيتون وكيبولوا عليها الفيران والمشاش والكلاب في الليل ومغطيها بباش زرق. هذا مشروع بنادم ياكل مزيان. الكرارس بنادم كيبيع الزنقه الكروسه، الكروسه ديالها رويد ديال الطوموبيل وكتبان من الكروسه كتحروك. بداو التكنولوجي زوينه، بنادم يعود يحط كروسه مزيانه شي حاجه بريزونطابل للناس. هذا مشروع زوين. الكرارس بنادم يبقى يبيع، بغى يقلي هو الشبنج يقلي في هذا، ماشي بالضروره كتجيب واحد الكروسه فيها رويد ديال الطوموبيل والخشب اللي فيها في عمر ديال موشي 10 سنين ما تبدلش. وبنادم كيش كيبانوا لي انا بنادم جا الكروسه بالرويد ديال الطوموبيل ومعرق من المرده والمرده ما قدش يشدو. وفي الكروسه والكروسه عندها الرويد وماشي رويد، رويد كيحرقو فهمتي، وكيهرب للمرده والله ما كيشدو المرده بالكروسه ديالو. الكروسه فيها شي 200 كيلو ديال الخضره ولا شي معلق. هاد المسائل هادو فيهم صوب هذاك، حيت حنا عندنا الفراشه بزاف في المغرب وداك الشيء. حتى دوك الفراشه مثلا اللي دخلتي التكنولوجيا ديال كيفاش الانسان فراش وكيفاش يدير واحد الكيطون صغيوار وفيه الحديد، فهمتي داك الشيء اللي كيدور في الفلي ماركت. يعني خص تكون شي حاجه اللي دير منها الفلوس وتزيد شي شويه ديال البهاء، شويه ديال شي حاجه في المغرب، فهمتوني يعني الاخوان؟ اذا خلينا من الفلوس، الفلوس غادي ديرهم واخا تبيع الخرا. الخرا الا بعتيه في المغرب غادي تصوب منه الفلوس. اي حاجه تبيعها في المغرب شعب مستهلك غادي يشريها وغادي تصور منها العاق. المهم الا بعتي شي حاجه خصها تبان في المجتمع، ان تغير المجتمع بشي طريقه او باخرى. كاين هادشي ولا ما كاينش الاخوان؟ لاش تغير في الثقافه ديالنا، الثقافه ديال الرياح وانت مكوز في الارض ما يبقاش هذاك الشيء. شي واحد يدخل لهم بالكوابن بنادم يريح متاح ويخرى مع راسه، ديال اللي حلوه في حلال بحال البيره. هادو مشروع كيكون زوين ولكن كيزيد شي حاجه للمجتمع. اي حاجه غادي تشوف فيها في المغرب غادي تلقى بان اودي راه كاين. خصنا شي حاجه اللي نغيروا بها المجتمع، خصنا شي بيبليسيتي مثلا على العيد وداك الشيء. خصنا نبقاو نخراو على عباد الله الائمه والتاويلات ديال الاسلام. كل ما ودي هذاك الحولي ما تبقاوش تذبحوا الحولي، شري 3 كيلو 4 كيلو ديال اللحم في الباكج ديالها شافها الطبيب، ما تبقاوش تاكلوا المصارن والريا وداك الشيء. هذا مشروع زوين تغير فيه المغرب، لو كتاخذ بورسونتاج من داك الشيء.
اوكي. اذا هنايا خصنا نغيروا الثقافه، خص الثقافه تغير. باش غتغير الا عندك الفلوس تقدر تغير واحد الثقافه في المغرب. الا جبتي شي واحد داير كروسه زوينه ديال الخضره، كروسه مقاده وفيها داكشي ديالها، وتقدر تكون فيها شي موتور ديال تي سي ان تي، تعود تورك على الكروسه ودير واحد هذا وتبقى غاديه الكروسه بوحدها بقى بلا ما تبقى دافعه كتلهات وداكشي. احنا كنشوفوا كيفاش كيديروا الناس للطاقه الكهربائيه مثلا، دول كاملين كتلقاو اللي تي دابا مثلا عندنا هنا كتكون غادي كتلقى موتور، كتمشي للموتور كتخشي فيه الكاوت ديالك، تقول لك انت عندك البيرمي هاك ها الموتور، سيق ديال الغراض وعاود حط الموتور. عندنا دوك البيكالات دوك الدراجات كنسميوهم حنا الدراجه ديك اللي كتقف، حتى هما عندنا غير مليوحين في الزناقي، كتكون غادي كتشق لك كتخشي الكاوت ديالك كتاخذ لك 4 ولا 5 دولار ها انت معلق. حنا في المغرب خصنا نديرو نفس الشيء، ولكن اول حاجه خصنا نبداو بالكرارس، حيت ما يمكنش غادي تنظم انت كاس العالم ويجيو الناس يلقاو بنادم ديال مو منشور في الزنقه كروسه وهذا حتى هو، فهمتي؟ كاين بزاف ديال الحوايج، مثلا داك الميزان اللي كيعبروا به المغاربه، المغاربه باقي كيعبروا الميزان ديال فيه داكشي ديال شي طوموبيل مرسيدس مصاوب منها هو الميزان، وكيحط الكيلو وكيعبر لك، دخل غير بالماكل سير عند شناوة غادي يخراو لك لما كن يعبر لك بالكيلو بلا ما يبقى هو شاد. واش فهمتونا الإخوة؟ يعني المغرب فيه بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تديرهم ويزيدوا جمال على المغرب، أو لا المغرب يولي فيه الجمال، حيت فاش كتجي كتلقى بنادم ساد والحمام خصو تحيدوه، خصكم تقلبوا كيفاش الناس. ها كنقول لكم إلى الميريكان وأوروبا والجابون ما عندهمش الحمام، وما ديروش الحمام، ما تسولوش باش زوين الحمام، او انت خصك لابد تحيد الجلده ديالك. هادشي سي با نورمال الاخوان، كدوش كدوش بالماء كدير الصابون وكتخرج في حالاتك، واش انت لابد خصك تحيد تسلخ الجلده ديالك حتى وليتي حنش؟ المهم كتخرج الناس ما كيشموش فيك تحنس، وانت اصلا فاش كتمشي للحمام كتحمم النهار الاول، والنهار الثاني خصك تسنى 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام ربما جوج سيمانات باش تمشي للحمام، كتعود ريحتك خانزه كتوقف المكانه. اذا حتى خصنا نديرو شي لعبه نحيدو الناس هاد الحمام من لاكولتيغ ديالهم، ما تبقاوش تمشيو للحمام. بنادم عاطي 20 درهم وكيشد ديال مو 30 صبل ديال الما كيخوي ديال مو في القادوس، او تدير امك 20 هذه كاع ما كديرها في دارك انت، كتضرب كتخرى وكتضرب دير ما 100 حسبه، واش غنطلق لاشاس ولا طلق لاشاس غتجيني الفاكتوره غاليه باش تجمعوا ما ديهم لولاد القحاب السعوديه. وفاش كتمشيو للحمام كتبقى شد وكوي وخب وخوي وغسل الارض وغسل هو وغسل يريح هو ثلاثه د السوايع في الحمام، اش هذا؟ هذاك الشيء ماشي ثقافه مزيانه، ما كتنفعنا حتى بشي قلوه. احنا عندنا الحماحم في المغرب، بنادم نقي في المغرب، انا ما عمرني كنشم ريحه العرق وريحه البيطان، حتى كندخل المغرب عاد كنبدا نسمع نشم انا ريحه البيطان. اذا حتى ديك الثقافه ديال الحمام ما خصهاش تبقى، علاش؟ سي تري سامبل، الميريكان ما كيديروهاش، اوروبا ما كيديروهاش. الا هما صوبوا لنا الدونتيفريس والكراسن، اذا اي حاجه قالوها لنا خصنا نغمضوا عينينا وتبعوا بحال كتمشي عند الطبيب. الطبيب ما كتقول له وراك خالطه راه ربما ماشي الكلاوي ربما راه داريني المصار، كيقول لك دارك الكلاوي كتقول لي يس. نفس الشيء غنتعاملوا مع المغرب، عندهم الحمام ديو الحمام، او المغرب عنده الحمام في الدار وخصو يمشي للحمام. واش انت مريض؟ علاش؟ حيت الحمام زوين، الحمام ما زوين حتى شي قلوه، كتدخل الحمام كتشم الخنز ديال عباد الله، كتريح في الارض ما عمر دير ما داروا ليها شي كلورين شي جافيل ولا شي حاجه، كتمشي كتريح في واحد البلاصه اللي ريحوا فيها الناس ربما 10 سنين 15 عام هو كيريح في نفس البلاصه. الامراض كتنتشر في الحمام، اش كيطلعك من الحمام؟ ما كيطلعك من الحمام والو. الا غديروا شي حسنه في بنادم خلقوا شي حاجه بنادم يكون عنده دوش في الدار، راك ماشي انت فيل ولا ديناصور خصك انت ثلاثه السوايع باش تغسل. واصلا الا كتمشي ثلاثه السوايع ولا ساعتين للحمام اذا انت ما عندير مك ما دير، كون كان عندك ما دير غادي تنقص من هذاك الحمام وغدير اللي داروا الناس.
داروا حمام كتدخل كتكب عليك الماء ثلاثة ولا أربعة سطورة أول تقادر كتدوز عليك شامبان كتدوز عليك الصابون هكا باش تنقي الحمام. الناس من ثلاثة ثلاث أيام أربع أيام خمس أيام الناس ولاو كيدوشوا في الصباح غير باش يخرج أون فوق غير باش يضرب راسو يحك هنايا ويتكي يحك هنايا ويضربوا الماء سخون لدماغو والجسد ديالو باش كيخرج كونفورتابل. الناس هنا دابا ما يقدرش يخرج لك من الدار يمشي يخدم وهو ما مدوش كيحس براسو عيان ماشي ريدي باش. اذا حتى ديك الثقافه ديال الحمام خصنا نحيدوها ما كتزيدنا حتى شي قلوه. غادي تمشي انت للحمام ثلاثه ديال السوايع وحنا كنجربوها كدوش كتغسل كتضرب الا نسيتي ما درتيش الديودورون كدوز عليك ثلاثه السوايع كدير تشم كتقول هاد الريحه جايه من التحت. اذا حتى داك الحمام داكشي اللي كيدير ما كيدير حتى شي قلوه. الناس الصحه ديالهم احسن منا كون غير كان الحمام عندنا شي حاجه زوينه انه حنا بما ان حنا مغاربه كنمشيو للحمام فاحنا واعرين عليهم في شي حاجه يعني باش واعرين عليهم هما كيتشموا الريحه ديالهم احسن من الريحه ديالنا. علاش؟ حيت بنادم كيمشي يوميا هو خصو يمشي للحمام كل نهار خصو ينوض الصباح خصو يدوش وكاين الناس اللي كيدوش الصباح ويدوش قبل ما ينعس عاد يمشي ينعس. علاش؟ حيت ما كيضيعش 30 سطل كيضيع اون مويان 8 حتى 10 سطوله. يعني حتى المساله ديال الحمام راه بدات كتنضاثر في المغرب راه ما بقاوش الناس كيبغيو يمشيو للحمام ولا واحد الوعي ديال الصحه واحد الوعي ديال داخل لابس الكيلوط وقلاويه مدلين وداخلين الحمام وشي كيحك من هنا هذاك راه همجيه. بنادم كيحك هنا بنادم كيغسل شعره وما عرفش شحال دير موس اش من مرض في القحبه تاع تمو ولا خوته والجلد ديالو ما عرف ما خصهاش دير موس شحال من عام هادي وكتريحو في بلاصه وحده كتغسلو. وهنا دابا الناس تيقول لك لا بغيتي تكحب هاك يدي ولا بغيتي تمس البوطونه ديال ليليفاتور ها كيفاش تورك على البوطونه ولا بغيتي تحل الباب ها كيفاش تحل الباب باش ما تنحطش يديك على تا الا مشيتي للكوابل عندهم كيديولك الماء كيديولك بحال الفاكيوم كتخرج منه باش ما تمس انت شي حاجه. كتدخل الحمام كتدخل تخرا ولا تبول كيحطوا لك بغيتي تنشف يديك حط يديك هنا كيضرب دير ممصاد مزيان البرد كتخرج يديك ناشفه ما كتمس حتى شي حاجه. كتوصل حدا الباب كيديرلو سوينغين دور كتدفعو بكتفك وكتخرج ما تمس حتى شي حاجه. تما خصك تمشي للحمام خصك تريح في الحمام وغسل البلاصه ديالك وريح بدل تغسل في قلاويك وغسل في البيطان ديالك وغسل سنانك وغسل شعرك وبقى تفالو الناس حداك مريحين وكيدوز من حداهم الماء. الحمام كاع الا بغيتو ديرو الحمام ديرو الحمام فرادى واشتاتا ديرو حمام ديال واحد البيت كيدخلوا ليه عباد الله بوحدو وهادشي بدا كيبان في المغرب. حتى دوك الناس اللي داو داك البيت ديال الحمام ماشي بيت ديال الحمام غادي دير انت الصونه زعما انت كاع العام كله كيخلصوا على الصونه وعندهم الصونه شي حاجه لاكجوري سيرفيس فهمتي شي حاجه اللي كيديروها جمرات ثلاثه في السيمانه كيديروا الصونه. انتوما زعما صنعتوا البي ام دبليو صنعتوا كل شيء بقربكم على الصونه ديروها. كون موضوعيين وواقعيين الحمام ما عندنا ما نديرو به في المغرب. كاينه التكنولوجي دابا الناس ولا عندهم الفلوس وماشي بالضروره خص يكون عندك بانيو في الحمام. كدير واحد امتر كاغي وفيها واحد الرشاشه من الفوق كتدخل الماء سخون كدوش وكتخرج. المغاربه خصهم يتعلموا يدوشوا كل نهار ماشي غادي نعاودو نخشيهم ثاني في الحمام يعود هو بين الخدمه الناس خدامين وهو غير مخشي في هذاك الحمام. اوكي اذا انا كنظن هذاك المشروع ديالكم ما ناجحش غاديش ينجح ولا نجح غادي يزيدنا غير عبء على عبء اللي حنا فيه اوريدي. بنادم داير حمام في الدرب او انت هو حمام فاش كان الناس ما عندهم الماء ما عندهمش الماء غالي وانت داك الحمام خصو يدير معاك المكانه خصو يعطيك يقول لك عندك اربعه ديال السطوله يعطيك شي سطل فيه شي حاجه اللي كتعبر شحال من مره عمر هذاك السطل ويقول لك انت عطيني شحال هادي عطيتيني دابا 20 درهم ها 20 درهم عندك فيها خمسه ديال السطوله
علاش؟ حيت الماشي حاجه، الماشي سي تري غار. الماء از سكاس ريسورس، اوكي. فاحنا المغرب ما عندناش اهتمام بالماء، تا كيمشي هو للحاج عاد كيجيب لنا هو قرعه ديال الماء تسلي حراره. الحمامات راه كاينين تركيين بزاف، الحمامات راه منتشره في المغرب بزاف، كل واحد والعيبة ديالو، كل واحد ما بقاتش هذيك البربا اللي كتعقل عليها شحال هادي سطولة القبض، فهمتي؟ وتطور المغرب، المغرب راه تطور اصاحبي، تطور. انا الله دخل سطولة فيها، سطولة فيها سنين هادي، وتشوف في الاحياء الشعبية انا كنشوفهم باقي الحمام والاحياء الشعبية اللي بغينا نهضروا معاهم. لا احنا غادي نهضروا مع الشرفة ونقول لهم انتم واش خصكم الصونة عندكم في الدار؟ راه كنهضروا مع الاحياء الشعبيه، باش الاحياء الشعبيه هو اللي فيهم. على حنا هنا مريحين كنهضروا مع لا كريم ديال البوبولاسيون، كنهضروا مع خوتنا كينوض كيضرب كيفطر بالشفنج، هادو هما اللي كنهضروا معاهم الاحياء الشعبيه. هما كنقول لهم ما تبقاوش تمشيو للحمام، دوشوا كل نهار، داكشي اللي غادي تمشي تخسروا في الحمام صوب به واحد دوش، واحد المتر كاري دير فيها واحد البلاستيكه باش ما يتلحش الماء الكوزينه ولا المراح ولا الدروج ولا وصوب لك واحد الشاور فقط. هذاك الحمام اش غادير بالحمام؟ واش الحمام نورمال؟ كون كان الحمام زوين كون داروه الامريكان ويديروه الجابون ويديروه الالمان ويديروه فرنسا، او هما زعما كاع خاطئين، هما كاع ما شافوش لي بينيفيس ديال الحمام. الله غادي تشوف تركيا والمغرب شعب متخلف. عندك مشكل ديال الماء، بيع الناس الماء رخيص وحيد الحمامات من المغرب. والجوامع، شي واحد يدير شي مشروع في شي جامع يبدلوا العقليه ديال الجوامع. الجوامع خصهم يكون عندهم واحد الاستعمال يوميا، هذا هو الجامع. ماشي انتم حاطينهم مخلوعين منه، لا راه بيت الله، بيت الله لا بغاك تجيب شي واحد يبات فيه ينعس فيه ياكلوا فيه، بغا الا شي واحد عندهم الحوايج قدام يحطوهم يديروا الجوامع ديالهم، يديروا فيهم شي هذا ويديروا فيهم الحوايج قدام يحطوهم العباد الله يشريوا الحوايج، الفونات الشري يبيعوا فيهم، عندهم انتخابات يمشيوا للجامع. يعني انا خصك تستثمر فلوس في تغيير عقليه المغربي، هو اللي خصك تبدل العقليه ديال المغربي. عندك واحد الجامع خصو يكون عنده، خصو يجيب لي شي حاجه بوزيتيف. انا اش كيجيب لي انا جامع الا مشاو لي عباد الله كوزو فيه؟ هو انفيستيسمون، خصو يخرج الفلوس بحد ذاته، خصو يعاون المجتمع بواحد الطريقه، وشي حاجه استراتيجيك قريبه كاع، قريبه من الناس من الشعب. فين ما مشيتي غادي تلقى جامع تقدر تستعملو تربي فيه الدجاج، نقدر ندور ربي فيه الحلوف، نقدر نعيطو للشناوه، نغيروا الفكره ديال كاين شي حوايج في المجتمع ديالنا خصنا نغيروه. هاد المسألة ديال الحج خصها تغير حتى هي، خصنا نشوفوا شي طريقة نقول لهم اودي الحج راه ماشي ديما غيبقى هو شي حاجة ما كتغيرش، ديما خصك تجمع الفلوس وتضرب الطريق باش تمشي للحج. نقدروا نغيروا العقلية ديال الإنسان المسلم يعود يفهم أشنا هو الحج، هو يمشي ربما لشي بلاصة في المغرب. ياك النية أبلغ من العمل أولاد القحاب، ياك ديما مصدعين لنا النية أبلغ من العمل. والانسان راه كيتيمم ماشي باش النظافه، راه للنيه انك تنوي بغيتي تنظف. ونويوا ولاد القحاف فاش كتمشيو للحج تعطيهم الزبابل ديال الفلوس، نويوا سيدي امك انت قلب على شي بلاصه في ايمين تانوت ودير فيها واحد المكعب ودير عليه الفيلفيت، دير عليه المبره وقول لهم راه هنا كاين، راه الله ما كاينش، راه فانما وليتم وجوهكم فتم وجه الله. وغيروا التفسير ديال هذا القران حيت خرج على القحبه تاع تمنا. الجوامع عندنا 54 الف مسجد حسب احصائيات شي 6 سنين ولا 10 سنين هذه. استعملوا الخرا، اخترعوا شي حاجه، الفراشه، الفراشه نجيو نحطوا لهم بلاصه في الجامع، نقول لهم ها واحد البلاصه في الجامع على الفراشه، ما تبقاوش مريوحين بالزنقه والخرا ديال الحمير والدبان في الزنقه وكتبيعوا الحوايج ديالكم وداك الشيء. ها هو غادي ندخلوا الفراشه، الجوامع كل جامع نحطوا 20 فراش يمشي لواحد الجامع معين ويخلصوا حتى هما الفلوس ديالهم 20 درهم 60 درهم في النهار كل واحد يفرش. ها انت جمعتي الناس من الزنقه، ها ولا واحد كيجي من البرازيل ولا الالمان ولا من فرنسا وكيدور في المغرب وما كيبانش ليه الهامش،
بنادم شاد كيبيع الماكلة حاطين مفرماش حاطوا في 45 درجة ديال الحرارة. اوكي اذا هنايا خصنا نشدو الا غادي انفيستي الفلوس خصك تانفيستيهم تغير العقلية ديال الانسان المغربي. رمضان خصو يتغير، ما غاديش نبقاو حنا ديما رمضان بهذه الطريقة هذه. تخيل المحلات ديال البيع والشراء كيتسدوا بنهار، ما كاينش حتى الليل حتى كيشبع بنادم، عاد كتحليه واحد السوبر مارشي يشري. حيت فاش كيكون بنادم جيعان كيبقى هو عايشري اللي بغاه، هو بغى الزيتون بغى هو العنب بغى الكرموس بغى اللحم بغى البيتزا هو بغاهم كاملين. وهذا مشكل كبير كيعانيو منه المغاربه، كيمشي ديال مو جيعان كي هو كيتقدم على 5:30 ديال العشيه ولا 6 ديال العشيه. كيدخل كيحط فلوسه كله في العاقة اللي بانت ليه زوينة مع بنادم فاش كيجيعان دازن مارة كتعطيه اللوبيا ولا كتعطيه الكافيار، إذا ما كاين حتى شي ديفيرونس بحال بحال. إلا بغا ديال مو هو يضرب الكافيار كتعطيه واحد نص كيلو ديال 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 العدس، كتس كتقول لي كل كافيار تيقول لك ما قديتش عليه شبعان وما بقاش مغري ليا. يعني بزاف الحوايج في الثقافة ديالنا. التمر علاش غتقلب أنت ديال مك التمر كيتباع؟ علاش غادي تشري أنت التمر؟ علاش انت غادي تفطر بالتمر؟ لا بد التمر تحيد الناس الفكره ديال التمر. التمر نعمه وطيبون وداكشي تاكلون منه وداكشي، وراه كاين عندنا الخوخ كاين عندنا البشماش كاين عندنا الشهديه كاين عندنا العنب كاين عندنا البنان ولا عندنا دابا الكيوي ولا عندنا لافوكا ولا عندنا المينغو بزاف ديال الحوايج. علاش غير باش نحيدوا؟ اولا بنادم او التمر، حتى بنادم خصو لابد يفطر بالتمر، لابد هذاك التمر يكون. حنا ما عندناش التمر في المغرب، منين غنجيبو لكم هاد التمر؟ بقاو بداك الشيء اللي كاين. اذا هنايا خصنا نستعملو لانتيليجونس ديالنا ولا انفيستيسمون ديالنا، خصنا نستعملوه في تغيير هاد الثقافه ديال الاخرى. الصلاه في وقتها، ما كايناش الصلاه في وقتها. اي طريقه باش كيصليو الناس كتقول لهم لا ما كايناش، او حتى الله خصو يكون هو مع 12 ولا 30 دقيقه واحد القحبه، ما يقدرش هو القحبه تاع تمو يتسنى تاع الجوج ولا ثلاثه ديال العشيه ولا تنمشي ولا هيز ان هوري عنده مشكل. ديك الصلاه في وقتها قال ياك انتم ولاد القحاب كتلعبوا مع القران عا كتخراو على ديال مو كتأولو كيف ما بغيتي، خرج ماشي خرج ودخل ماشي خرج، ماشي هي دخل ولعب ماشي هي لعب، وديو نفس الشيء اولاد القحاب. دخلوا لهذاك الاسلام وقولوا لنا فتم كتابا موقوتا، موقوتا ما كتعنيش موقوتا، لا علاقة لها بالوقت، عندها علاقة الموقوت، الموقوت هو ال 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 الجميل. اكتبها ياك نتوما اذا هنايا المشكل عندنا راه ماشي في الدين حد ذاته، المشكل عندنا قيود ما قدرناش نغيروا هاد الدين، ماشي ما قدرناش نغيروه، ما بغيناش نغيروه. علاش ما بغيناش نغيروه؟ حيت ما كنشوفوش بانه مشكل. يا المشكل فيا انا يا الاخ اولينو، فاش كتزور القحبه 7 المليون وكديها لولاد القحاب، علاش ما تمشيش انت في العود ما تشري رابعه ديال اللحم ولا وقيه ديال اللحم، شي نص كيلو، هذاك اللي كان غادي يصور معاك، يصور معاك 10 دراهم يقدر يصور معاك 15، ها انت زدتي ليه دوك الفلوس ما غاديش يمشي يقحب بهم، غادي يعطيهم لولادو، غيوكل بهم ولادو، الصحه ديال ولادو، التعليم ديال ولادو، انتوما كتشدوا الفلوس كديهم لتما كتقول لي فيا انا اولينو، فاش كتمشيو ربكم تبنيو لنا الجوامع، اش كيعطيني انا هاد الجامع؟ شنو هو الحاجة اللي كتجينا من الجامع؟ حاجة وحدة هي التكواز، التكواز والتكلاخ، هادشي اللي كيت. ما عمرني أنا شفت شي جامع حلوا الجامع قالوا راه شفنا الناس، شفنا الناس في المغرب كيجي ديال مول البرد القارص، وكيوقع لهم فيضان كيمشيو لهم الضيوع ديالهم، وكنشوفوا دروبة كيجي في الدروبة القدام كتزعزع شي دار كتنزل معاها ثلاثة ديال الضيوع الآخرين، بنادم كيولي مليوح في الزنقة. سمعت بان راه مشاو لشي جامع حداهم فرشوا ليهم الجامع وراه دخلوا باتوا في الجامع حيت رابت الدار، ما بقاش عندهم فين يباتوا. الجوامع خصهم يقلبوا ليهم لشي استعمال اخر، خص راسي ايفيدون، راه ما يمكنش تقول لي عندنا على الاقل 25 مليون 25 الف مسجد من دوك المساجد ديال ماشي ديك ديال الكراج كتهز الريدو وكتبدا تصلي، نو
لا الدجاج هذيك ما خدامهاش الدجاج. المساجد خصها تستعمل، تستعمل بزاف، تقدر دير فيها كتوبة ديال المات والفيزيك والسيونس، والإنسان اللي بغى عنده شي بحث يمشي تقدر دير فيها دي الكمبيوتر، شي واحد اللي بغى يدير شي بحث بغى يجوجلي على شي حاجة يتفضل. او انتم خصي يبقى في غير الكلام ديال ولاد القحاف، البخاري ومسلم والقرطبي وابن ماجه وابن الحبن ابي الحديد والخرا، يعني ما تقدرش تقول المات الفيزيك سيونس تا هو تدخلوا المساجد خصها تستعمل، خصها تغير. او هذوك الناس كانوا عايشين هذاك الوقت داكشي اللي كان كيعرفوا، كيعرفوا يدخلوا المسجد باش يصليوا. احنا جينا نقلبوا لقينا بان المسجد الناس عندنا كيباتوا في الزنقه، عندنا 50,000 طفل حسب احصائيات شي 6 سنين هذه كيباتوا في الزنقه ما بين لاج دو 5 اي دو 12 اون. هاد الناس هادو خص تكون عندهم بلاصه، عندنا الناس شرفوا ما عندهم لا عائله لا والو، حتى هما يمشيو تما. الناس كيديروا اجتماعات، كيديروا انتخابات، كيديروا الجلبه، بزاف ديال الحوايج خصنا ندخلوهم الجامع، نعود نديروهم في الجامع. واش معقول هادشي ولا ماشي معقول؟ بيك انفستمنت وكاين قريب ليك. اذا الا شدينا غير الجوامع واستغليناهم بوزيتيفمون المغرب غادي مزيان، غادي مزيان. اوكي ديروا المرحاضات مثلا، بنادم ما يبقاش يبول في الزنقه، قول لي ثاني بنادم ما بقاش كيبول في الزنقه. انا ما كنشوف خريه ديال الباشا حتى كنخرج حتى كندخل المغرب عاد كيبان لي الخرا، ما في هذه البلاد هذه ما كنشوفوش. مره كيبان لك شي واحد شي خريه ديال شي كلب ديال شي ماش، فهمتي؟ حتى العاود عندهم كيديروا ليه قرصون. اوكي اذا هنايا اشنا هو المشكل ديالنا؟ المشكل ديالنا مشكل ثقافي، الثقافه ديالنا كاع داك الشيء ديال الدين خصنا كلنا نشدوه، خصنا نحاولوا نغيروه، خصنا نحاولوا نخرجوا منه واحد لوبورتونيتي، خصنا نخرجوا منه واحد الحاجه بوزيتيف. اي حاجه جابها الدين تقول هاد الدين ما غاديش تبقى علينا خساره، خصها تدخل علينا بشي حاجه بوزيتيف، خصنا نشدوها ونحاولوا كيفاش غادي نديروا معاها حتى تولي بوزيتيف. قال لي انت راك تحفه برودو، جيت يا خويا باقي مسلم وباقي داكشي، متفق معايا برودو ياك؟ تفق معايا انك فاش كتمشي تكوس في الفجر هذاك البلاصه كتبقى مسدوده وما فاتش القوات حتى كتوصل باشون السله الوحده ديال النهار، عاد كيجيو ثاني يدخلوا فيها ياك ولا لا؟ وكتبقى ثاني خاويه حتى الربعه ونص ديال العشيه، عاد كيجيو كيعمروا المسجد. هذا الشيء ماشي معقول، انفستيسمون محطوط ما كنستافدوا منه حتى شي قلوه. هنا في الدول هذه كتمشي مثلا الكنيسة كتمشي ليها لا بد خصهم يكونوا خدامين هذاك النهار، عندنا كاني الكنيسة هنا كيقريو المدرسة وسط الكنيسة، يعني الناس شدوا ذاك الدين وخدموه للمصلحة ديالهم ولا كيعاونوهم، ماشي غير حرية المعتقد، نو قالوا فق حرية المعتقد، حنا ما غاديش نبنيو لكم هنايا كنيسة وغادي نخويوها ونبقاو نجيو ليها هنا غير نهار الحد كيف ما كيديروا المغاربة. نو قال لك خصنا نشدوها نوكلوا فيها عباد الله، نبيعوا فيها الحوايج، نعيطوا للشارفين تيلعبوا ذاك الجيم ديال اسميت هذاك الجيم، كيلعبوا الشراف كيجيو نهار الحد وكيريحوا مع الشراف صحابهم وكيبقاو يضحكوا وكيبقاو البينغو. والناس كيدخلوا الشارفين عندهم ناشطين بخير، كيمشي كيتلاقى مع شارفه تما كيسرد البنانه كيخرج بخير كيضحك وكيمشي حتى هو ينتخب، علاش؟ حيت بوزيتيف. حنايا عند الجامع ما كيدير حتى شي قلوه، حتى شي حاجه ما كيديرها، ما كيزيدنا حتى شي خريه، كيشدوا الفلوس ويجمعهم ويبني بهم هو جامع في العظمى على الاقل يفرقهم على ولاده. الا كانوا غادي توصل عندهم 40 عام عاد يقلبوا يشريوا دار، على الاقل يخلي لولدو شي بلاصه فين يسكن فيها. وحنا الفنانه عندنا كيباتوا في السطح، كتلقى شي واحد كان فنان في المغرب كتلقاه فينا هو دابا شي واحد عاطيه شي بيت في السطح، هو ولد القحبه كان كيسمعوا في بيت النعاس وكان كيسمعوا في بيت تي في وكيسمعوا في المرح وكيسمعوا في الشارع وفي القيصريه وفاش كيكبر في العمر كان لوحو ديال مو بحال الكلب. إلا عندك فلوس سير عند هذوك الناس اللي دوزوا حياتهم، سير شكون كيعرف عبد الرؤوف؟ منين عبد الرؤوف هو مثلا؟
عبد الرؤوف منين اصله؟ فين كاين مسكين هذا الانسان؟ المغرب ما فيه حتى شي واحد سميته عبد الرؤوف، شي عبد المحمار. المغرب ما فيه حتى شي واحد سميته عبد الرؤوف. علاش حيت عبد الرؤوف مهرج؟ داكشي علاش كيدخلوا الناس هنا تيقول لي بيان لي انت ديال المغرب مهرج. حيت شاب حمار، الناس راه مهرج خصو الكازكور وخصو الطوموبيلات حيت كيتعرضوا ليه الناس في الشارع وكيقولوا ليه سني لينا وكيصوروه وعندهم وكيحضيوه. هذا كيبغي يعايرك تيقول لك انت مهرج. تقول لي هو يا ريت اوز مهرج. يا ريت كنت مهرج. اشنو هي الثقافة ديال الاخرى؟ دابا المغرب ما فيه حتى شي واحد سميتو عبد الرؤوف. كنت الا سميتي ولدك هما ماشي فاش كان يكون عندنا عبد الرؤوف عقلتي على عبد الرؤوف. شكون انا اللي عقل على عبد الرؤوف؟ الرحيم التونسي فين ساكن هو دابا؟ شتي هذا الشعب هذا الشعب ولاد القحاب. قال لك لا سبيك مشى من البالتوك. والله ما يعقلوا عليك بالله. وانت بنادم كان كيضحك. كنا كنحفظوه داك الشيء اللي كيقول. كنا كنحفظوه فاش كيقولها كنحفظوه. ولا بدا ما تضحك. وهنايا كيدير لك التمثال ديالك وكيمشي وعقلتو على توباك وبيغي سمول. كانوا كيقولوا هادو ولاد القحاب طاكز وقتاله وكيبيعوا لا دروغ وداك الشيء. دابا كتمشي لهوليوود داير لهم ذا هول اوف فيم. داير لهم النجمه ديالهم في التصويره ديال توباك والتصويره ديال بيغي سمول. حيت بنادم كيقدروا بنادم كيعطي العطاء ديال بنادم. اشنا هو واحد الانسان كضحكو سنو غمار. من الفرق بين الانسان والحيوان. الحيوان ما كيضحكش. عمرك سمعتي انت شي كلب خور شي كلب خور وكيضحك ولا طاحت لك شي حاجه ولا كتخور سنيفك وضحك عليك شي كلب ولا شي مش ولا شي قرد ولا شي سبع ولا شي عوته؟ ما عندهمش الضحك. الانسان بوحده هو اللي كيضحك، هو اللي عنده ديك لانا عنده ديك الحس انه كيديستانكي شي حاجه اللي خارجه على لانورم وكتضحك. منين جابوا لهم واحد كيضحك ما بقاوش هما كاع بغاو يسموه عبد الرؤوف. هو اصلا ما سميتوش عبد الرؤوف. هو اشناهو عبد الرؤوف؟ السميه ديال الاسلام. والله ما كدور في المغرب انذاك ما كتلقاش شي واحد سميتو عبد الرؤوف. علاش؟ حيت واحد الانسان كان كيضحكك. راه كتمشي تريح معاه في القهوه راه ما كيضحككش. عنده خدمه ديالو كيضحكك. هذيك هي الخدمه ديالو كيمشي كيضحكك. كاين الناس هنا كيضحكوك فابور. انا فاش مشات بنتي للسبيطار سيمانه واحد خينا جا نهار الحد جاب معمر الطوموبيله ديالو ودخل الخناشي ديالاش لابس الحوايج ديال الكلاون. اسمعوها الناس كي كيبرو الخين. نفس الحوايج ديال الكلون داير داك النيف وداير داك الشعار وداير داك الصباط ولابس ما عرفتش بشحال شرا ديك اللبسه. الخدمه ديالو صافي 5 كل حد كيمشي للسبيطار كيمشي عند الاطفال ما كيهمش باك لاباس عليه جاي يشوفك شرا لك كاع داكشي اللي بغيتي. هو كيدخل للسبيطارات ديال الدراري الصغار كيعطيهم الهدايا فهمتي لي جوي وداك البازوز وداكشي كيعطيهم ليهم وكيريح تيدير ليهم دي غريماس وكيضحكهم وداكشي. اشنا هو هادشي عنده؟ عنده عباده. هو ماشي خصو يمشي يدي فلوس ولا القحاف في السعوديه ولا يبني لنا شي جامع ما كنصنعو منه حتى شي قلوه. يا كلاون يا غادي تمشي لفرنسا غتلقى بنادم خاص كيضحك عباد الله كيمشي لهذا وكيضحك الدراري الصغار حيت الوعي ديالهم زوين. الوعي ديالهم ما كيتسناوش شي ايه من السماء وخصو هو يجمع داك الشيء ويخلصو بفلوسو ويدير طونسبو بفلوسو ويمشي خصو يقدم هذا باش يدخل عند هذوك ويعطيوهم. اشنا هو اللي كيطلعوا منه السعاده باش كيشوف واحد الطفل كيضحك وخبى لاباس عليه وما خصو هو حتى شي خير غراتويتمون. هذا وعي. احنا المغاربه كيدير لك خابيه ديال الماء وحاطه ولد القحبه وحاضي. إلا ما قلتيش الله يرحم الوالدين وداك الشيء تيكعى. ولد القحبه شرب وما قالش الله يرحم الوالدين. هو حاط ديال مو ديك هذا خصو يقول ليه الله يرحم الوالدين. الوقت اللي ما يقولش كيمشي كيهرس ديال مو وين عندي نربو. انا نحط ليه الما يشرب ولد القحبه وما يقولش الله يرحم حيت عندنا داك الشيء ديال الشونطاج ديال قريش. حطيت لك الما خصك دوز ليا رجال اخرى فاش نموت خصني نلقاها تما.
ياك. علاش في الشعب ديما تيقلب هو الشونطاج؟ اش غادي تعطيني الا درت لك هادي؟ كاين بزاف ديال ويجن على واحد الانسان اللي خارج كيضرب على سيف ذا دولفينز مريح كيغوص وكيش الطياره ومضيع الوقت ديالو والاجتماعات وخصو يمشي هنا وخصو يمشي هنا باش يسيفي اشنو حوته. او انت باش غادي تزيد كنا سيفيتي انت الحوته؟ سير دبر على راسك، سير خدام، سير بيع 20 لحد، سير دير شي حاجه. انت علاش غادي تسيفي الحوت؟ اش غادي يزيك انت الدولفين؟ اش غادي يزيدك كنا؟ أنقذوا الدلافين يا هاجن تويس يا أنقذوا الدلافين أنكل بيبي عندهم لافوتومو تقول لهم سيف الفيش أنكل بيبي كده الأخ دايستا صفا بخير. إذا إحنا هنا كنهضروا معكم الإخوان ما بقى لي والو خصو نمشي خصنا نفكروا كيفاش نغيروا الثقافة ديالنا. واحد الحاجه مهمه دوك الحمامات ما خصهمش يبقاو في المغرب ما كيقوموا حتى بشي دور مهم فيهم واحد الخساره كبيره ولا تعود على المجتمع. فاش الناس بداو كيديروا الدوش وداكشي كيقول لك كيفاش غادي نخلي هذا الفرد ديال المجتمع يكون بروديكتيف كيفاش غنصوب ليه الطريق باش يوصل بالخف ما يضيعش ليا الوقت في الطريق والزحام وداكشي خصني نقاد ليه الطرقان نقاد ليه سنانه نقري ليه ولادو نوجدو باش يكون بروديكتيف وخصني نماكزيميزي البروديكتيفيتي ديالو. الجوامع والمساجد الجوامع والحمامات وعيد الكبير والحج هادو خصنا نفكرو كيفاش غادي نغيرو هاد الحوايج. والصلاة حتى ديك الصلاة هي خصنا ندخلو كيفاش غادي نغيروها كيفاش نقولو مثلا إلا حزقتي وما كانتش حلقه فيها التشاش معليش بلا ما تمشي توضى بحال هاد الحوايج هادو وتجي لا جينيراسيون تقول لهم واه واخا معليش الا خريتو كاع وتصليو وتجي لاخرى وتاني وتقول لهم واه معليش الا ما بقيتيش كتصلي حيت حنا ماشي كنفكروا غادي ندخلوا نبداو نغيروا هادشي وغدا غادي نبداو كلشي تغير نو انت كتحيد شويه مثلا المساجد كتقول لهم غنديروا فيهم شويه هادي شويه كتقول لهم وخصنا نبقاو نقريو فيهم شويه كتقول لهم وغادي نبداو نبيعوا فيهم شويه كتقول لهم اجي نشدوا النص ربي به الدجاج شويه كتجي لا ثوازيام لا كاتريام جينيراسيون كيعود الجامع شي حاجه اللي كتنفع المجتمع كامل ما عندها حتى شي خساره. اوكي الحج انا قلت لكم الاخوان الحج خصنا نديروه فشي بلاصه في المغرب والمساله ديال الحج سهله خصها غير بيبليسيتي حيت حنا المغاربه كنسمعوا بلودن بزاف كنتيقوا بزاف حيت حنا ناس جاهلين. شكون قالها لي؟ قال لك شي واحد فيه كورونا وقال لك الناس مشاو عمروا قال لك السبيطار مشاو كيتحل شي قرب كيطلوا من الشراجم بغاو يشوفوا كي داير ورا بشر راه فيه كورونا. علاش قال لك كان شي واحد فيه الرواح ولا فيه سخانه كتبقى تقلب عليه تمشي تقزقز عليه بحال الدبان شوف كي داير الشعب ديال مو حمار شعب متخلف شعب تفل على القحبه تاع تمو وتبول عليه وتسبو وتقول شعب حمار. او انت بنادم مريض انت غادي مقزقز شاد عندك انت الوقت وما عندك ما يدار ضرب الطريق وربما غادي تشد طوبيس باش تمشي تبقى تطل على واحد الانسان فيه كورونا يا ولد القحبه باش كيقول لك شي واحد فيه كورونا اذا كان هو الهيه كتمشي لوبوزي لا ديريكسيون اوبوزي. هذا هو العقل الواعي تيقول لك او هذا فيه كورونا نو فين مشى هو مشى للشمال انا غنمشي لاقصى الجنوب باش نبعد منه حيت مريض. والشعب ديال مو حمار غادي كيطلوا عليه وهذا الشعب هذا كتقول لي انا غادي نبيع ليه الصونه يعود عنده الصونه في الدار واه حمار هو راه واخا دير ليه الصونه ما غاتزيدو حتى شي حاجه فهمت غادي ليه الصونه ماشي استعمال اخر هادشي خطر او تا بنادم فيه الصونة تمشيتي دير مك كشكشتي عليه واش انت حمار وفيه ماشي فيه الصونة فيه الكورونا الصونة الكورونا الا فيه الكورونا فيه الكورونا وانت مالك لا بدا غتمشي تطل عليه علاش علاش بغيتي انا بعدا بغيت نعرف وات ذا فاك هو يو اكسبكتين اش كنتي انت كتسنى غادي تمشي تشوف اشنو كان في دماغك اش كنتي غتلقى شي واحد عنده ثلاثة د العينين كيخرم من ودنو وقع في كورونا انسان عادي غير هو مريض الداخل فيه الفيروس ما كيسحابو الفيروس بحال شي زيتونه ولا شي خرا
سو الصفوف، قال لك راه الشيطان كيدوز من بينات، سو الصفوف. علاش؟ حيت 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 الا خليتي واحد واحد مليمتر ما بين صباعك يمسو عطي الاخر الصيبانه تلصق عليه في رجليته هو يمرض، الا خليتي واحد المليمتر قال لك لا راه الشيطان كيدوز من يا ولد القحبه، الشيطان كيدوز من بيناتكم. انا شفت واحد الفيديو بغاو يديروا صابو الصفوف، بقى كيحط عليه يده ونط واحد القيامه بدا كيضرب فيه كيخلي في دار امه مصدعه، قال لي لا سو الصفوف. اذا هنا شعب حمار، باش حمار بهالثقافة ديال الخرا كتزيدو تمرضونا اصاحبي. قال لك بنادم مشاو يشوفوه مقزقزين عليه، عامرة الدنيا والبوليس وحابسين الطريق كيطلعوا على واحد، راه قال لكم فاسكو شي وحدة من كوريا ولا اللي عينيه مجبدين في المغرب قودها، يدخل شي قيصرية شي جوطية، الجوطية كلشي تيبداو يغوتوا عليه، واخرج وفي كورونا والله ينعل دير موك وطلق الدجاجة المالية. شعب دين امو حمار، وفاش كنقول لكم شعب حمار كنقول تا ولد القحبه ما مربيش، امك تا هي راه مغربيه وباك تا يا كلشي دير واحد واحد الجابوني جامع فينا هز الرايه ديالو كتب زيرو كورونا خميس كوبي، هز الرايه ديال الجابون جاي جاي زعما فاني وكانت واحد الورقه كتب علقه فيه، معلقه واحد الورقه فيه كتب فيها زيرو كورونا. واحد يدير في مراكش واحد البنت واحد الصينيه ولا مار جابونيه المهم اسيويه جات في مراكش وتيقولوا لها كورونا كورونا، ويتكعا بدا تيعايروا فيها صحاب الحوانت في المدينه القديمه تما في مراكش ويتكعا. واحد راه قول لهم راح تكون في اليوتيوب صيني واحد الشيء راه فرش في تونس بسبب كورونا الى سمعتوا به. اجي نشوفوا اش وقع مع هاد كورونا في الدول العربيه في الدول المسلمه ديال الاخرى. ها هو واحد قال لك تونس شدو شي شي شينوي خلاو دار مو، الاخر في النصر واحد الحاجه ديال دابا حتى في الماركت بليس انا كندخل ليه في الفيسبوك الماركت بليس ولاو كيتباعوا هاد لي ماسك اشكال وانواع ولي بري بدا كيطلع، يعني كاين اللي كاين اللي كيشري هادشي، يعني الناس بحال الناس متسوقين ولكن كاينين الناس خايفين. واحد شفتو اليوم قال لك انا اتحدى وزاره الصحه عندنا عشبه في المغرب كداوي الكورونا ما كتحدى، اقسم بالله العلي العظيم وانا هذاك اللي لقيت لك دواء عنده شيء في الاخر ما قالش هذيك العشبه ما قالهاش ما قالهاش شنو هي. هذاك هذاك اللي عنده واحد القناه في اليوتيوب عطى سميتو ديما تيجبد شي هضره هذاك مسطي هذاك ما ديرش عليه. والعالم كيخسر الزبابل ديال الفلوس وبنادم كيمشي من دولة لدولة وكيتجمعوا. ترامب كان قال لهم 7 بليون دولار، سمعوا 7 بليون دولار باش الفيزا باش يدعو، وكيجي مغربي كيطلع كيقول لهم انا عندي الدواء ديال الكورونا. هذين هما راه شعب حمار، إلا غتقريه عطيه شي درس والله، إلا عندكم فلوس انفستيهم قروهم على 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 البكتيريا ولا شي حاجه يفهموهم باش ما يبقاوش يمشيو لهذوك الحماحان، ما بقاش بنادم يغسل زكو ويدير مضمضه وحاطين الفوطه في كتمشي للحمام كتلقى فوطه كيمسحوا بها الدار كلهم والجيران وخالو وعمو جاي يدير موج لهم في رجلي فيهم تراب ويمشيو ماشي كيمسح بها يد كيمسح بها يديه ومن اخره القرا ديالو ووجهه وكتريح تما كيمسحوا بها اربعه خمسه ديال الخلق لمده جوج ديال السيمانه وديما ما كتكونش بيضاء، خصها تكون زرقاء فونسي ولا كحله باش ما يبانش فيها الوسخ. فين هذيك ديال باش ما تبانش فيها الوسخ؟ لا لا هذيك كتبان فيها الوسخ، وراه خص يبان فيها الوسخ باش عرفت وسخات وتمشي تنقيها. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه. فوطه. كيعجبوني هذوك اللي كتمشي كيجي كتمشي كتقول لك الوالده هز الطاس ديال الماء وداك هذا سخن الماء ودي للسيد يغسل يديه. هذه ثقافه مقوده. بنادم مريح تغسل، عمرك دخلتي عند شي امريكاني جاب لك تغسل يديك؟ الا ما غسلش ما جابشك تغسل يديك حتى ما تعطيه حتى شي قواد يغسل يديه. جيتي انا عارفك جاي هنا غير السبيطار نعس غتريح هنا ثلاث ايام وغادي تمشي عاود القحبه للبلاد تقول لهم راه الله يعمر هذا. راه تهلا فيا ويعود دين يعود جايين واحد ولا الاخر. جيتي هذا بغيتي تاكل سير غسل يا قود القحبه نتا حاد قعدت نعس كنعس ودير مك في الصاله
الصالة حنا ما كندخلوش ليها كاع. تلقات الوالدة في الصالة صافي قوتيها خرج من الصالة، والصالة تكون في الزربية من الحيط حتى الحيط، والسداري المدربة ما خصهاش تكون مقسومة، خصها تكون بياسة واحدة. علاش؟ باش يجي ميخي دين مو جلي جلي عتراب باش هو يريح وما تضحكش وما تبانش وما تغوتش وما تلعبش. حنا كنا صغار كيجي شي ميخي كتقطع النفس، لا ما تجريش ما تلعبش ما تضحكش ما دير حتى شي حاجه. علاش؟ حيت واحد الميخي جا من البلاد، يجي ولا ما يجيش يمشي يقوم. حنا كنمشيو عند الناس هنا ولدو كيهضر كلشي كيوقف تيقول خليه يلعب. حنا كيكبرونا معقدين، غيروا هاد الثقافه. هذاك هذاك الصاله اللي عندكم في الدار كنقولوا لها الصاله ولا بيت الطيفان ولا ياكل لا انفيستيسمون قد الخلاص عادي. كتمشي تريح الحياه ديالك كتدوزها في البيت ديال التيفي، البيت ديال التيفي الميدان مهرسه في الداري ديال مو ديال البونج، الضربه ديال البونج والسداري مكالي بشي ثلاثه الكتوبه ولا شي حاجه ها وشي وهذا مر كل شيء خيب. مريح بنادم شي منشور شي واقع شي. علاش؟ حيت البيت الصاله ديال الضياف كتكون كبيره وواسعه وخصك تبدل ليها طلامك، خصو تبدلو كل عام عام تبقى ابديتد. والخاميه حتى هي راه خرج واحد 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 نوع زوين ديال الخاميه. الخشب ما خصهاش يبقى عندنا، هذا خصنا نبدلو، خصنا نديرو داك الشيء منقوش بالعود ولا بتادوت ولا شيء. علاش ما كنديرو في دين ما حتى شي قلوه؟ نفس الشيء مع الجوامع والحمامات. انا اليوم عندي مع الحمامات ما كنديروش دين موتا شي قلوه. اشنو من جوج سيمانات جوج سيمانات كيجي شي ميخي يتلاح تما. وعلاش انت داير كاع هادشي باش تبان على الناس انني كنعيش كانسان؟ ما كتعيش كانسان حتى شي قلوه. شخص هذاك البيت اللي كتريح فيه في التيفي دير فيه شي تكنولوجي واعره. دير ما كتكون مريح كتخش شي طبله فيها البيره ولا فيها الفودكا ولا وكتخرج من الثلاجه كتخرج. علاش؟ حيت هذاك هو البيت اللي كتضيع فيه حياتك كلها. هذا خساره. انتوما بغيتو تزيدوا لنا دابا الصونه، ما قدكمش انتوما، ما قدكمش الصاله كاير انفيتيسمون قد الخلا. مريح غتزيد لنا الصونه حتى هي تزيدوها في الدار. هذه ثقافه خصها تحيد. الصاله ما كاينش الصاله. عجبك تريح ما عجبك تريح قود. حنا ما غاديش انا نغير نبني انا حياتي 60 عام وانا دير مك واحد البلاصه اللي انا براسي ما كنريحش فيها. انا علاش غادي نبنيها الا انا ما مريحش؟ علاش؟ حيت الثقافه ديال مو مريضه. حاتم الطائي كرم الاسلام والكرم وحاتم الطائي، هذاك الشيء ديال حاتم الطائي راه كله كذوب. قال لك جا عنده واحد ذبح لي عاود يا ولد القحبه، واش عاود غادي ياكل واحد؟ عاود غادي ولد القحاب. قال لك مش عند شي واحد ما بقى ما يذبح لي ذبح لي العود. ولد القحبه والمغاربه قال لك حاتم ما حاتم الطائي ما تقلوى. جا عندي ما عندي ما ناكل قود. ما عندك ما عنديش ما هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطى الله. حنا كيدخل بنادم تيقول لي كل تيقول لي اودي ما بغيتش ناكل، تيقول لي والله حتى تاكل بي ولا ما كلتيش انت ولد القحبه وانت يا ثقافه مريضه. بنادم دين مو كابر مريض. خرا هادشي خصو يتغير في المغرب، ما خصوش يبقى. بنادم جا اللي جا عند حبابو ينوض الله بابو صافي، ما كاين لا حد يد. وولد القحبه كتحط لي الطاس عاد هو كيف كتبان لي البلحوحه ديالو، كيبدا هو يقلب على الخلونه ديال ما اللي عنده شي جوج سيمانات ويقلب هو مريح حداه واقف وانت شاد هذه شاد الفوطه واقف حداه هو كيقلب ودنيه من اخره وكيدير المضمضه استنشاق استنطاق كاع ذاك القلاوي كيديرو. شكون هو ميخي؟ انا علاش غادي نمشي نغسل دين مو يدو؟ شكون هو اللي غادي نمشي انا نغسل؟ هو ما قادش ولد القحبه ضرب هو شي 500 كيلومتر باش يجي وما قادش دير مو ينوض دابا لافابو. علاش حنا كنديرو بحال هكا؟ علاش؟ علاش من هاد الزمله وهاد النفاق؟ كاين هادشي هادشي ما خصوش يبقى في المغرب. عندك بلاصه كتريح فيها زوينه يا سكنتي رجل اعمال وي كنتي رجل اعمال كدير واحد البيت خاص غير يجي شي واحد الا غادي تهضر بحال حسو الا بغا شي يصمر شي واحد شي ماسكات متقوبين ولا قدام ولا فيهم شي برودوي خايب ولا كتخلي هذاك البيت كتخليه باش يجي رجل اعمال كيريح فيه واحد
طبلة في واحد الكرسي واحد ثلاجة صغيرة كتحط فيها باش يلعب انت رجل أعمال. حنا عندنا البيت دين موكا ياخد 40% ديال الدار. كتدخل كتلقى البيت اللي كتريح فيه سخيوة والكوزينة دين موكا قد الفريجيدير. وكتدخل البيت نعاس فيه واحد ناموسية الرسول ديالها عند دين موكا 30 عام. كتجي كدور في الكابينة هي دين موكا سخيورة وهذه لاسقة مع لافابو لافابو لاسقة مع كتجي الدور كتلقى لاصال لاصال صالة كتلخلا الزربية شادة دين ما زربية داك شي ديال بصح شادة من القنت للقنت طب لا داك تيقول الفيوز ولا داك التخربيق اللي تيقولوا لي والقبص القبص الفوق وانت دين ما كدير القبص شكون غادي يجي عندك انت كاع اللي داير القبص من القنت للسقف شكون غادي يجي عندك كاين هادشي ولا ما كاينش الثقافة خصها تتغير هاداك الشيء ديما كنغوت انا والادا الثقافة عندنا ثقافة مقودة الاخوان وديما كنقولها الا داروها الامريكان غيكم ويديروها بحال فاش كتمشي عند الطبيب باش كيقول لك الطبيب راه فك البصر ما كتقولش ليه لا راه ما فيهاش البصر راه عجب لك الله كتامن به 100% كيف ما كتامن بالقران والسنة النبوية والبخاري وداكشي نفس الشيء الميريكان ما كيديروش القبص ما عندهم الصالة فين كيريح شق انا ما عمرني دخلت عند شي واحد قال لي هذا البيت راه خاص غير على الضياف كاين ولا ما كايناش كتدخل عند الناس كاملين تيقول لك تفضل ها الكاوتش ها التي في بغيتي تشرب شي حاجة بيرة حنا خصك طيب لي خصك تصيفط وسيري جيبي الخميرة ناري هاد السيد الوالد انا كدوخ ناري ناري راه جا شكون هو جا ناري ناري سير خويا سير الحانوت جيب 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 الزبدة وجيب الكوفيتير ودوز عند هذا جيب ودوز عند مول الفروطة جيب بحال جا شكون ترامب جا عندك الدار ورا دين معامي خي فين اي واحد الزملة شي واحد جا يمشي قود هو اصلا علاش انت دين امك جاي تبي قلود لما قاعد حب دار دير امك انت 500 كيلومتر باش عندي حب انفيا والقحبه ولا بانت لك شي همزه في المغرب باغي تشريها ولا دار دير امك الكلاوي ما قدرتيش تداويهم تما ثقافه هادشي اللي خصو يتغير هادي هي الثقافه ديال الاخرى الا ما كيديروهاش اوروبا والامريكان والجابون والصين ونيوزيلندا ما ديروهاش ما ديروهاش عرفوه ما كيعرفوا كلشي كاع داكشي اللي بوزيتيف ايات ديالكم من عندهم جا اذا انت داكشي اللي كدير في حياتك بقى تغيرو ولي بحالو الا قحبو قحب الا ولاو مثليين ولاو الا كيحوي والديهم حوهم تنتوما هادوك الناس ما غاديش يعلموكم شي حاجه خايبه الخرا الخايب هو اللي عندنا في الثقافه ديالنا اوكي اذا حنايا عندنا مشكل ديال الثقافه وي هاف تو تشينج هاد الشيء هذا خصني نلقى لي مك الصالة داير ليا الصالة علاش باش نتباهاو على الناس نقول لهم حنا عندنا الصالة الصالة ديالنا حنا فيها الموكب وديما كنقولها كنقول عندنا مشكل ثقافي خصنا نشدو كاع داكشي اللي زوين علينا كاين الناس اللي تقول لهم الشباكية يقول لك ما يمكنش رمضان يدوز بلا شباكية امبوسيبل رمضان يدوز بلا شباكية ما كدوش ليه هو في دماغه علاش حيت الثقافة ديال الاخرى حيت حنا عندنا اشنا هو رمضان فاش كتمشي للاردن ولا لفلسطين دير رمضان ماشي هو المغرب تصحاب مثلا الاردني ولا الفلسطيني كيحط لك انت هالشهيوات هادي مطيبه بهادي هالملج هالبيتزا هادي بنادم كيحط لك ثلاثه ولا اربعه الانواع ديال الخضره غزز ديال الملحه وغزز حتى المطيشه ولاو كيسميوها فاكهه هذه تقام عندنا بيضة رمضان مثلا رمضان كيضيع لنا عام فلان عام هو القحبة رمضان تا هو كيجي غير في الصيف فاش كتكون شي دار عندك تكون عندك شي بزنس حدا البحر وداك الشيء عاد كيجي هو رمضان كيضرب دين امك بحال الغوست تاون بحال دين امك شي فيروس كيعود هذاك البحر تا واحد ما كاين الناس كي في رمضان حيت رمضان ولد القحبة كيدور من 12 عام 12 عام عاد كيدور كيرجع في نفس السنة كتلقى بنادم عنده بلاصه في البحر اربع سنين متابعه ما كيصور من دين ما حتى شي قلوه والضرائب كيضربوا فيه اربع سنين ولا خمس سنين الله كيوصل رمضان يخرج
تيقول لك رمضان كريم، ما كريم ولا هو القهوه. وعارفك انت باش تكون عندك شي بلاصه حدا البحر وما تقدرش تكريها الناس، ما يقدرش يمشي للبحر، ما يقدرش يمشي يعوم في البحر في رمضان. نو حيت الا مشيتي خيمتي في البحر في رمضان اذا انت واحد الكافر ولد القحبه وماشي مسلم وانسان مفسد. رمضان خصو يتغير، ما خصو رمضان يبقى بحال هكا. واش رمضان كيصوموا الميريكان؟ شتيكو كان رمضان صحي اول ناس غادي يتكاو عليهم الميريكان والجابون واوروبا. غادي يقول لك هذا رمضان عندهم مهم، خصنا ما امكن نشوفوه ونديروه. عمركم سمعتوا شي ميريكاني مشى كيصوم؟ اولا شي واحد في اوروبا جاب لهم شي قانون قال لهم اودي راه رمضان خصنا ندخلوه؟ وكنشوفوهم في جميع المجالات فين ما لقاو شي حاجه بوزيتيف في الانسانيه، هادشي هي الحياه ديالهم، كيقلبوا اشنا هو بوزيتيف للانسان. كيفاش غادي نداويو؟ كيفاش غادي الترونسبورتاسيون ديالو؟ كيفاش المعلومات ديالو؟ كلشي كيقلبوا عليه. كون بان لهم رمضان شتي، كون بان لهم القران فيه شي حاجه زوينه والله ما يعطيوه لكم بالله. شتي كون كان هذا القران فيه شي نعمه ولا ذاك القلاوي اللي كتعاودوا عليه، والله غتلقاهم الاولين طاروا عليه قبل ما تطير عليه انت اصلا. علاش؟ حيت عرفناهم، هذوك الناس واعرين علينا في كل شيء. الوجود ديالنا بالسبب ديالو، كان عندنا الجلبه ديال الكوليرا، كان عندنا الجلبه ديال الجذاب، كان عندنا الجلبه ديال ما نعرف شنو، شي سته ولا سبعه ديال الامراض. حنا اصلا حنا في هذا الوجود حيت هما جابوا لنا الجلبه. فهمتي؟ ما كاينش قرا ايه ولا حط جنويه تحت الوساده ديالك ولا سير ضرب ثلاثه الدورات ولا قول هذه. جابوا لنا الجلبه. اذا هاد الناس هادو خصنا نتبعوهم، داك الشيء اللي داروا ديروه. كيديروا واحد الحاجه ما كيديروهاش حيدوها من الثقافه ديالكم باش تلحق عليهم. وانت داير الحمام وشويه زيد ليا الصاله ديال الدار، ما قدكش داك الشيء زدتي على ديال مم الجوامع. ابني جامع، بني جامع، بني جامع، بني جامع، كلشي بغى يبني الجوامع. الفلوس كتخرجوهم من المغرب كديهم الدراري كتدخلو في العود ما يقرا المات الفيزيك سيونس يقرا يلعب عيلعب. شتي الدري الصغير الا غادي تدخلو انت لشي جامع في المغرب يبقاو يخراو عليه بقصص الصوار وحفظ القران ويبقاو يقرا القران في الصباح وفي العشيه وفي الليل، وفاش يمشي للمدرسه تبقى تخرا عليه ساعتين في السيمانه ثاني خمس سنين ولا سبع سنين ولا ثمان سنين وانت كتخرا عليه. الدين هذاك الوقت عطيه ليه، قول ليه هات هذا الوقت هذا ما دير فيه حتى شي حاجه، تبقى عاد تجري بقى عاد تلعب احسن ليه. يعني الخساره ديال هاد الدين بزاف. الثقافه ديالنا ملوثه بهاد الدين، ماشي غير الدين بوحدو، الدين وكومبيناسيون مع التخلف كيعطيك واحد المجتمع. يعني حنايا نقدروا نتقدموا غير الا شد داك الشيء اللي عندنا نوظفوه بروبرلي. وهذه مثلا الجوامع خص تكون عندهم واحد ليوتيليتي اخرى. عطيو البنادم يبقى يمشي يلعب فيهم الكره، يديروا كوال صغار في العود ما يبقاو مريحين بالدروبه كيتعلموا قله الحياه وداك الشيء. حلوا لهم التيران، ديروا لهم تيران صغيور كوال صغار كيديروها البرازيل عندهم فين ما مشيتي كتلقى تيرانات صغار. ديروا انتوما غير حديقه وديروا فيها الكراسه وديروا الشجر. فاش جات فرنسا المغرب ما كاينش الدرب اللي بناته فرنسا في المغرب وما دارتش فيه جرده. كاينه ولا ما كايناش؟ حديقه كيريحوا فيها الناس كيشموا الهواء النظيف وفيها واحد الهدوء. مشات فرنسا 70 عام هادي، المغرب كيبني 70,000 باطيمون وما كيفكرش يدير واحد ليسباس فيغ فين يريحوا الناس في العشيه الا جاو من الخدمه، ولا يديو الكلاب ديالهم يلعبوا فيه ويديروا فيهم فين يلعبوا الدراري الصغار. الجوامع ما حيدوهم، ديروا في بلاصتهم حديقه، دير فيهم الزعلوله. واخا بنادم الدراري الصغار يبقاو عايز يتزعلوا. يعني حنا ما خصناش نخترعوا شي حاجه، حنا ما خصناش نجيبوا شي حاجه، حنا خصنا غير نقيو هذاك الشيء. نفس الشيء قال لك واش غادي نديروا الا ما بقاش الدين؟ وما غير والو، غادي غير تحيدوا. نفس الشيء الثقافه ديالنا خصنا نحيدوا منها شي قلاوي، ما خصوش يبقى، ما خصوش يبقى. بزاف ديال الحوايج ما خصهمش يبقاو عندنا في الثقافه ديالنا. وهاد الحوايج هادو خصنا نبداو نفكرو فيهم ونقولو اوكي كيفاش غادي نغيرو البيرسيبسيون ديال هاد الانسان لهاد الحاجه هادي.
كيفاش غادي نغيروها؟ كل كتغير الناس راه عندهم هوليوود باش كيكون عندهم شي حاجه بغاو يغيروا الفكر ديال الانسان في هادشي ديال المثليه اولا ديال البيئه اولا كيطلعوا الهوليوود والهوليوود هما اللي كي الخدمه ديالهم هي هادي هي كيغيروا الثقافه ديال واحد المجتمع هذيك هي الخدمه ديالهم من هوليوود الى بغاو يغيروا كتطلع حتى لفوق الهوليوود وكينزلوا عليك بالافلام والبرامج وداك الشيء وكيبداو يغيروا وفوغيا ميزيغ حنايا الاخر مع ندينو 1400 سنه هذه ما بغيناش نغيروها اوكي اذا هنا خصنا نغيروا العقليه ديال الانسان المغربي داك الشيء علاش فاش كنقولوا شعب حمار شعب حمار وهذه هي الخاتمه بنادم مريض بكورونا ما كتمشيش تفرج فيه ما كتطيحش عليك الفكره ما خص امبوسيبل ما خصك تطيح لك الفكره في دماغك ديال انني انا كاين واحد النيسيسيتي عندي واحد الكيريوسيتي ان بغيت نمشي نشوف هذا الانسان ما خصهاش تكون عندك في دماغك ما خصهاش تكون ما خصش يكون عندها وجود هذا ماشي شعب حمار الاخوان راه غير جاب الله واحد اللي فيه الكورونا كو كان دابا كل مدينه فيها جوج ولا ثلاثه غتقص السبيطارات عامرين بعباد الله كيتفرجوا في واحد فيه الكورونا كيقولها لكم فاسكو المرا كتقول لي عافاك ولدي هاد التليفون ركب لي هاد الرقم بنادم ما كيعرفش يدوس الرقم اذا هذا هو الاخوان خرجوا الثقافه ديالنا الثقافه ديالنا مقوده والاخ الاخر الاخ الادار غادي يكمل طلع اخويا الادار حملة شكرا شكرا انا غادي نرجع لحالتك شكرا